امي ما وزيرت ناس تخرجي فيها فاتي فاتي راك تفرج اكيد ان شاء الله الاوتيل يا زايد تعال احضر البراي من الاخير شوف بقول شغله غني من غير المايك احسن يا رب انا راح اغني من غير المايك صوتي ما كاينش يا زايد تعال احضر البراي من الاخير لازم نعطي محبين للجيش السلومي والجيش التسكاتي نغني لهم انت يا مبسوط حتى لو صوتي تعبان تي تحسن صوت صاحبي انا ما كاينش ماشي تعبان انا اعرف وين القى طلقت خديتي انت لا تخلص لا تغني عشان صوتك تعبان ماشي تعبان اي ما مش موجود اللي ضيعني يا عباد الله شنو السي دي اللي شغلتي هذا؟ شنو السي دي اللي شغلتي هذا؟ عاش ما بغاش يخدم اصلا ليش ما يخدم؟ ما اعرفش اي الحين فجأة يخدم لحظة زين زين لحظة
عشان لا تنفجر السماعة.